هذه المرة أنه راح تصير قاعدة بيانات متكاملة أمام السادة المسؤولين، على ضوها راح نعرف الاستحقاق الفعلي لكل محافظة من السكان لكل ناحية، لأصغر وحدة إدارية. طبعاً التعداد يستهدف أصغر وحدة إدارية، هي الناحية ربما القرية في على مستوى الريف، القرية والناحية والقضاء إلى المحافظة، بالنسبة للحضر هو المحلة والناحية والحضر. احنا نعرف بعد 2003 صار الكثير من التغير في الوحدات الإدارية، قرى تحولت إلى استحداث القرى إلى نواحي والنواحي إلى أقضية، فكانت أكو هناك ضبابية لدى بعض مسؤولين الوحدات الإدارية في الأعداد الحقيقية للسكان، وبالتالي يعني هناك معاناة حقيقية، يعني هم الناس يعني جاي يخاطبونا ويقولون أنه أنا أريد أعرف حجم السكان، أريد أعرف التخصيصات اللي إلي، لأن يعني بالاستحداث إحنا ما قدرنا يعني نعرف الأعداد الحقيقية. فإن شاء الله بالتعداد راح كل مكون يعني كل محافظة راح تعرف إيش قد تخصيصه، إيش قد نسبته من الحقيقية من الانتخابات.